افساح الطريق امام سيارة الاسعاف يسرع في الوصول الى مكان الحادث، فكل دقيقة تأخر بل ثانية واحدة قد تكون سببا في موت انسان او انقاذ حياته. ما اهمية سيارة الاسعاف في رأيك؟ سيارة الاسعاف تعتبر لايف سيفنج، يعني هي الانقاذ السريع لاي حادث او لاي حالة اصابة. يعني هي ما وجدت الا لها اهمية، تساعد المرضى واللي في الحوادث. كيف تتصرف اذا وجدت سيارة الاسعاف وانت تقود سيارتك؟ والله تصرف ممكن مساعدتهم اذا كانوا يبغون مساعدة، اوسع لهم الطريق، اوخر عن الطريق. هو بالمصادفة أنا صيدلي، فأنا ممكن أنزل أقدم أي مساعدة يعني علمية للحالة اللي موجودة. أصيب والدي بأزمة قلبية وطلبت أمي سيارة الإسعاف، ولكن تأخرت السيارة بسبب الازدحام، وحينما وصلت سيارة الإسعاف كان والدي قد توفي. عند مشاهدتك لأي حادث أبعد المارة عن المصاب وفك أزرار ياقته وربطة العنق إن وجدت ليتسنى له التنفس، وساهم في مساعدة رجال الإسعاف في إنقاذ المصاب إن كانت لديك الإمكانيات والخبرة، فهذا واجب إنساني. لا تحرك المصاب في حال الكسور إن لم تكن لديك خبرة في ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفة الكسر وإلى الشلل أحيانا. Thank you.